فيما بدأ الكثير من سكان طهران يستفيدون من تخفيف قيود الحد من تفشي وباء كوفيد-19، يخشى البعض من موجة عدوى جديدة في إيران التي لا تزال الأكثر تضرراً بالجائحة في الشرق الأوسط، ويشتكي كثيرون من قلة التزام الناس بالقواعد الأساسية لمنع العدوى. أعتقد أن نصف الناس فقط يطبقون قواعد الصحة. الناس إما لا يكترثون وإما لا يطيقون وضع قناع واق واتباع التعليمات. وباتت شوارع العاصمة طهران وأسواق البازار ومراكز التسوق تعج بالحركة بعدما خلت تقريبا لأسابيع عقب فرض غالبية القيود في آذار مارس. وأودى وباء كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي بحياة أكثر من 6600 شخص في إيران منذ الإعلان عن أول وفاتين في مدينة قم في 19 من شباط فبراير.